أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: التخلص من 6 أطنان من المخلفات الحربية في الجبل الغربي، حبس 3 وافدين بتهمة تهريب مواد طبية فاسدة، والأخضر يحرز فوزه الأول في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية. أعلن مكتب تفكيك المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع الجبل الغربي إعدام 6 أطنان من مخلفات الحرب التي تم تجميعها من عدة مناطق من جنوب طرابلس والجبار والجبل الغربي. وأوضح المكتب أن التخلص من المخلفات جرى وفق معايير السلامة وشروطها. أكد المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي أن الانتخابات الليبية لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها. وقال باتيلي إن من ضمن مهام الفريق رفيع المستوى وتوفير بيئة آمنة للانتخابات وتوفير أرضية متكافئة بين المرشحين لتنافس حر وشريف. أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي ل3 وافدين بتهمة إدخال مواد طبية منتهية الصلاحية إلى ليبيا. وأفاد مكتب النائب العام أن الجنات قاموا بتزوير التواريخ الضامنة لفعالية المواد وبيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها. كشف مصرف الوحدة فرع الجامعة بسرقة وصول شحنة من السيولة النقدية تقدر ب10 ملايين دينار إلى فرعي المصرف الرئيسي والجامعة بمدينة سرقة، مطمئنا جميع المواطنين بتوفر السيولة النقدية طيلة شهر رمضان. تمكن فريق نادي الأخضر لكرة القدم من إحراز أول فوز له في دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية عقب تغلبه على ضيفه مارومو بلانتس الجنوب أفريقي ب4 أهداف مقابل هدف، وليصعد بذلك إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط. أعلنت شركة الخليج العربي للنفط بدء أعمال استبدال أحد خطوط الغاز القديمة والمتهالكة في محطة رقم 5 في حقل النافورة النفطي والشروع في إنشاء خط جديد للغاز. وأشارت الشركة إلى أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على العمليات الإنتاجية وانسيابها والحد من التسربات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.